العشق لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع ماما انت سويتي لحد نسكافيه؟ لا ماما. اكيد قلت لك لا، ليش عم تسالي؟ لا ما في شيء، بس لانه اخر مره سويت نسكافيه علبه الكوفي ميت كان فيها منيح، يعني هلا ما بقيان فيها الا شوي. بجوز ما انتبهتي. خلص مو مشكله، هلا شوي تاني بحكي مع السوبر ماركت بيبعتي لنا علبه. Thank you.
لا دعم دوم ادريكي ما حبيت ما بدي. حاسس حالي عم بقنع ولد صغير ليشرب كاسة حليب. حلو يعني رح تعمل نفس الشيء مع مرتك؟ ايه طبعا اكيد. لك والله ماني حاسه حالي عم بحكي مع اخي، حاسه حالي عم بحكي مع عباد. انا كانكم قاعدين متناقشين بالقصه ومرتبين افكاركم سوا. شو رايك تعزم بيت حماك ومنى اليوم على الغداء؟ وبس تجي منى بتصالحها مرت خليها تروح لبيت أهلها. ايه مين مو مشكلة، بس مو اليوم، اليوم مشغول كتير. مش في شيء أهم من بيتك؟ طبعا ما في شيء أهم من بيتي، بس اليوم عنا صب سقف والعمال ما بينتركوا لحالهم، لازم روح أشوف عليهم. مشان هيك متوتر ولا اشتقت لمرتك؟ أنا ما بعرف شو بني، بس حاسس بطني وجعني كثير، كان لازم اشرب قهوه. انا فايت البس وامشي. اخ الو اي نضال، كيفك؟ طمني شو صار معك؟ كتير منيح، كتير كتير منيح. ليك خبرني شو بصير معك. ها ايه ولا يهمك، الله معك مع السلامة. ليك ليك عبادة، خلي موبايلك بإيدك مشان إذا صار ما صار ناخدها على المشفى. ايه ماشي، الله معك. ساوي لك قهوة؟ ولا بدك تشرب نسكافيه معي؟ لا لا أنا بدي أتدوش بعدين تساوي لي قهوة إذا بتريدي. بتعرف شو نضال؟ عم فكر بالحكي اللي قلت لي إياه وبجوز معك حق. يعني فكرك إذا أنا برفض نزل الجنين ممكن أخسر عبادة؟ أكيد منى أكيد. طيب ما بعرف أنت يعني فيك تشوفه تحاول تقنعه تحكي معه؟ بحاول. هو ما اتصل فيك؟ ما شافك؟ ما حاكاك؟ لا لا ابدا. اكيد اكيد اكيد. لك انا هلا بس روح المحل بتصل فيه وبشوفه. هلا بدي روح اخذ دوش، تاخرت. لايمن الله ينعم عليك. ألو مرحبا خالي، كيفك؟ خالي أنا صار عندي شغلة وعم شوف إذا فينا نأجل روحتنا لعند بيت أم بدر لبكرة. إيه خالي شو علي؟ خلص منتظر منك تليفون المساء. خلص تمام ماشي خالي، بشوفك باي. شكرا باي.
حبيبي الله الله حتى ما نسيتها 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 فيها العافية يا الله يعافيك يا حبيبتي. وهلا شو بدك لأعمل؟ بدك لبسه وابعته لعند معلمه على المحل؟ وإذا ما بدك قولي لي. بعتي أمي. بعتي الله يرضى عليكي. أحسن من قعدته بالبيت. لكن لأشعل له الحمام يتحمم. حمام لك امي خليه يروح على شغله وبس يرجع حمامي. معلش مو شايفه معلمه شلون رافع مناخيره علينا؟ حمام ايه امي خلص رح تحممك اختك وتروح على شغلك. صليح الله يرضى عليك حاجه تقول صليح. ايه انت مو قادران تحكي لحتى تصليح. بعد 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 حسبي الله ونعم الوكيل. ايه شاء الله الحمام. يلا تعبت. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بركاتك يا رب. ايوه بعت لي كمان علبة كافيمير وسائل للجلي. لا سلامتك سلامتك يعطيك العافية. بس لا تتأخر لي فيهم الله يخليك. مع السلامة. شو اطبخ لكم على الغداء؟ اكيد انت جنيتي جنيتي. اطلعي من غرفتي. ايه مالي طالعة لحتى تفهمني شو حاطت بالكوفي ميت. لك بدك تسقطني يا نضال؟ بدك تسقطني؟ عم تتفق مع عباد علي ولك يا عيب الشوم عليك؟ ولك العمى بقلبك عم تتهميني هيك تهمة؟ شلون انا متفق مع عباد علي؟ خلص خلص جنيتي انت اطلعي عم لك. شو في؟ ابنك متفق مع عبادة وحاطط لي دواء بالكوفي ميت لحتى سقط. هي مجنونة؟ مجنونة كسابة هي. لك اهدوا اهدوا خلونا نفهم. مستحيل اخوك ما بيعملها. لا بيعملها بيعملها وانا عندي الدليل. الفنجان اللي شربته ما في دواء بس الفنجان الثاني يا نضال لساته موجود موجود ما انكب موجود يا نضال. واقسم بالله لا اخذه على المخبر وحلله واثبت لك جريمتك وارجيك. يا عيب شو عليك من بين الاخوات؟ كيف بتتهميني هيك تهمه؟ كيف؟ ليش انت يا اخ انت يا اخ إذا ما لكم مصدقيني رح جيب المج وخده أنت بابا على المخبر وحلله. كبيت اللي فيه وغسلته. ليش؟ ليش أمي؟ ليش كبيتي؟ ليش؟ لقيته بارد غسلته. لك أنتي أنتي أكيد صار لمخك شي. ولك أنتي مجنونة مجنونة أنتي. بابا خدوها ونزلوا للي ببطنا قبل ما تجني وتجننا كمان. نضال بابا مشان الله لا تصدقوا. والله أنا متأكدة والله أنا متأكدة والله. أنت مو قلت إنك ما حكيت مع عبادة ولا هو حكى معك؟ هي أكيد هاد الحكي. سمعتوا هالكلام؟ شهدوا لك. تفضل بابا تفضل شوف كم تليفون بيناتهم. تفضل شوف كيف عبادة. لا تعزبي حالك لا تعزبي حالك. حرام ولا عيب يكون بيناتنا اتصالات. بابا أنا عم حاول صالح بيناتهم واجتمعت فيه كمان. برافو تعذر مقبول يا نضال برافو. خلصنا بقى منى. عيب عليكي تتهمي أخوك بهيك تهمة. لا مالي عم بتهمه. أنا متأكدة متأكدة. اثبتي هذا الشيء وبعدين اعملي اللي بدك إياه. نضال خلص لا تقربني عن طوري. خلص اسكت ولا كلمة. نسكافيه كان فيها شيء. والله كان فيها شيء. والله ما عم كذب وماني مجنونة. ليش ما حكيتي دغري؟ ليش ما جبتيها دغري ورجتيها لأبوكي؟ مظبوط معكم حق معكم حق. ماما لحقوا البنت قبل ما يصير لعقلة شيء. نزلوا له الولد بقى خليها تنزلوا بقى خلصونا بقى. ليكو انا مالي مسامحة بنوب على هالتهمة. اهدى امي اهدى
كمان اختك الله يعينها مضغوطه ما عم تعرف شو عم تعمل. لا ما لها مضغوطه امي، ما لها مضغوطه، هذا اسمه جنان، بدها تدفعنا الثمن غالي. ها امي انا كثير زعلان عليها بس ما بعرف شو بدي اساوي. فهمنا امي مضغوطه، فهمنا، بس ما تتهمني هيك تهمه. بكره الله اعلم شو بيطلع معه. لا تبالغ بابا، لا تبالغ. اللي صار في التباس وله اسبابه. المهم تكل على الله انت وروح على شغلك وانسى اللي صار. وفي الي جلسه انا وياك حول هذا الموضوع. يلا خلينا نفضل البنت. يلا انت وماما بتمونوا. خاطركم شو رأيك؟ ما بعرف بس الهيئة في مشكلة. لا روح شوفها. لا تعزب حالك. حاولت دقيت عليها الباب ما عم ترضى ترد ولا تفتح الباب. معناها لازم روح شوفها، بدي أفهم شو القصة. يلا يا قلبي انت يلا، اليوم عنا شغل كتير. صلح لك صلح تيك تاك. عاود عاود هات السك مني. إلي 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 لك كيف عارف انه إلك؟ ما راح أرشو، حطه هون جنبك. حطه. يلا يا قلبي انت بلش لي شغل. بدي اياها مثل الليره. ها لك ما شاء الله شو الانامل. اي احلى مهندس. الو مهندس دكتور. بعرف بعرف. بدك تخلص لي تصليح الساعه اليوم وبالكثير بكره الصبح. بعرف. ماشي يا قلبي انت. يلا عبادة ما رح احسن احكي معك على الموبايل هلا يا اخي ما بتزبط. خلص تعال عندي على المحل ضروري. اوكي ناطرك. اكيد اكيد الله معك. اهلين وسهلين ابو نبيل. يا هلا حبيبي. باي وقت بتريد تجي انت وام نبيل تشوفوا جيداء يا ميت اهلا وسهلا. حتى إذا كان بدكم تقدروا تاخذوها لعندكم. هذا أبسط حقوقك يا رجل. أنت جدة. ما بدي أبعتها لعندهم. ماما تكرم عينك. هذا حقهم كثير. يا أهلا وسهلا. منحكي إن شاء الله. بس أمانة سلم لي على أم نبيل. شلون؟ إيه موجودة موجودة. بس لحظة شوي حتى ناديلها. بابا عمك بده يحكي معك. يرضى عليكي. هدول ما دخلهم بخلافك مع زوجك، فهمتي؟ بالعكس ما عم يحكوا إلا كل كلمة طيبة. خدي بابا. ماما كبري عقلك وحكي مع الزلمة. يلا مسكي. مرحبا عمو. كيف أمرت عمو؟ شو أخباركم مناح؟ إيه أنا اشتقت لكم كمان. بابا مستحيل. شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ لك ما في أخ بالدنيا بيعمل الشيء اللي عم تتهمي أخوك فيه. أنا متأكدة. طيب بابا طيب شو برهانك على هذا الكلام؟ بس أنت هيك عم تجوري على أخوك. شوفي شلون كسر خاطره فوق ما عم يصلح بينك وبين جوزك. صعير رياض أنت ليش ما قلت لي إنه منو عبادة متخانقين؟ ماما انتوا عم تحكوا مع بعض ولا متحاربين؟ كوثر هلا مو وقت هذا الكلام. بدي افهم. حاسه حالي مثل الأطرش بالزفه بهالبيت.
سوسار. هلا وقت هذا الحكي؟ لك ما صدقنا البنت هديت شوي؟ انا كمان بدي افهم، بدي افهم. خلص خلص رح افهمك، رح افهمك كل شيء. خليني اشوف البنت بس. يا الله يا بابا شو علي؟ اكيد اشتاقوا لجيدة وحابين يشوفوها. بكير بابا بكير، كانوا يستنوا لهم شي سنة كمان لحتى يطلبوا يشوفوها ويسألوا عني، ولا استنوا ابنه اللي يعطيهم الإذن. هالحكي مو صحيح، أكيد عم يستنوا الوقت المناسب. إيه ماما، يعني لحتى تروقي. وشو عرفهم إني ماني رايقة؟ يا بابا وحدة مطلقة وجاي لعند أهلها، أكيد ما رح تكون رايقة. طيب، فهمني أنت، ليش ما حاولوا يروقوني بالأول وبعدين يطلبوا جيدة؟ يا ماما بجوز خافوا إذا كنتي زعلانة تقومي تخجليهم. طبعا متأكدين إنه ابنهم غلطان. يا بنتي يمكن تأخيرهم في حكمة منهم حتى ما يصير أي صدام. وهن دخلك شو عارف إنه رح يصير صدام؟ حيرتيني، بحكي من هون تجيني من هون. طول بالك أبو مجدي طول بالك. لك أنو بال هذا اللي بده يطول؟ والله حيرتني، كل جواب له سؤال. لك يا بنتي هذا اللي طلع معهم، هذا اللي قالوا لنا يا انت شو بدك؟ شو موقفك؟ انت بتعرف شو بدي. يعني ما بدك تأرجيهم جيداء؟ بلا. لك الا شو هالجدل كله؟ طول بالك ابو مجدي صلي على النبي، البنت عم تفش قلبها. يعني فشت لي مرارتي. ايه بعيد الشر عن قلبك، الله يخلي لنا اياك. بابا شو رايك انزل اليوم على السوق وجيب ثياب جديده لجيداء؟ يعني ما حلو تروح عم بتجده بثياب قدمها. ايه طبعا اكيد اكيد، بعدين الناس بيحكوا علينا، هيك الأصول ما بيصير. طبعاً، ليش أصلاً أنا بهون علي حدا يحكي علينا؟ مشان هيك رح أنزل اليوم على السوق وجيب لها ثياب جديدة لجيدة. أي ماما، إيه صحي. ماما، بدك شي جيب لك يا لعلاء معي؟ لا حبيبتي لا تعزبي حالك، علاء عنده كل شي. متأكدة؟ إيه حبيبتي. يلا باي. بابا حبيبي شو رأيك أعمل لك فنجان قهوة؟ فنجاننا بدي دوله، دوله كبيره هيك. ما بصير لك مشان صحتك، انت ما بدير بالك على حالك؟ ما بتشوف كيف ضغطك عم يرتفع؟ بابا حبيبي لازم دير بالك على حالك، ليش نحن مين قلنا غيرك؟ يا الله ماما. شو حبيبتي؟ ماما بدي اقول لك شغله ضروريه. شو كمان ماما؟ انت لازم تديري بالك على بابا منيحه، ما شايفتي عم يشرب قهوه كثير ويرتفع ضغطه ويعصب؟ ما بصير هيك. ايه ولا يهمك حبيبتي ولا يهمك. اكيد. ايه انا رايحه. يلا باي. بدكم شيء؟ الله معك، مع السلامه. بنتك خايفه يرتفع ضغطي. بوس ايدك نضال، لا توترني فوق ما انا بتوتر. تفضل اشوف لي حل. عباده نحن غلطنا وكان لازم نحسبها صح. لك يا اخي ما في حل تاني، وحضرتك عرفان شو بده يصير معي وورطني. كان لازم نغامر. ايه وجد فيني، فيني وفيك. هلا قبل شوي عم بتقلي نضال انه اتهمتك انك متفق معي. ايه بس حضرتك مو فارقه معك. انا فارقه معي. والله انا ما جبرتك. بعدين نضال انا عطيتك مصاري. عطيتني؟ لا مو صحيح، على اساس انت عطيتني الشيك مشان دبر اموري. حسبها شلون ما بدك وبالطريقه اللي بدك اياها، المهم ما نختلف انا وياك. بتعرف ليش؟ لانه ساعتها انا وياك رح نخسر. ومثل ما انت قلت فعلا انا مو فارقه معي. ولا انا فارقه معي يا سيدي، بس الحكي اللي حكيته جرحني. انا ما اخذت المصاري تمن لشي عملته. انسى نضال، انسى يا اخي او تناسى. تناسى شو حكينا هلا، وحقك علي منيح هيك. المهم هلا نكون عمليين ونلاقي طريقه نطلع فيها من القصه، او نشوف حل تاني. حل تاني؟ شو عم تحكي انت؟ شو شايفني مجنون لحتى اتورط مره تانية انا؟ نضال اهدى نضال، شبك عم تحكي معي كاني واحد بالشارع؟ شبك يا زلمه، نحن اهل. روق روق. خلص انتو بهالحاله ما رح نعرف لا نفكر ولا نحكي. وانا اسف اذا ضايقتك يا اخي او غلطت، اسف بعتذر. خلص المسا بنجتمع بخاطرك. عبادة أخذها من ورانا على الدكتور يعمل لها عملية؟ لا والله ماني ساكت له، لا هو ولا أمه. شوفي أنا قلت لك مشان ما بعدين يطلع خلقك وتعتبي علي. يعني مو صحيح وقت قلت لي إنه نحكوا مع بعضهم على التليفون. لا مو صحيح،
أنا قلت لحالي يعني شغلة بسيطة بتنحل بكلمتين ثلاثة. كوسر لما رحت لعنده عبادة على المكتب، ما بعرف كيف بدي أوصف لك، مو عبادة اللي شفته، شفت شخص تاني، ما بعرف، ما بنوصف معي ولا بشكل من الأشكال أبدا. يبدو أنه هو فعلا مصر أنه ينزل الجنين. شو يعني مصر؟ شو الشغلة على كيفه؟ يعني ما بيهمه إذا البنت صار لها شيء؟ ما بعرف، بس أنا بدي أعرف شو قايل للبنت حتى صارت ضد أخوها بهالشكل هاد. بعدين يبدو في كتير أشياء نحن ما بنعرفها، لازم نعرفها. هذا الكلام ما عاد بدي اسمعه منك بالمرة. هلأ بتقومي بتعتذري من أخوك وبتصالحي يا بابا. ولا كلمة بابا إلا إذا بدك كان يزعل منك. وبعدين اتصلي بجارتنا نهلة واتفق أنت وياها مشان تروح أشوفه بدر، وأنا راح أحكي مع بدرية وإلا أنه أنتوا جايين. خلص بابا. هذا الحكي اللي عم تحكيه ما بيوصلنا ولا لأي محل. انت هلا عم تقلي بعظمة لسانك انه ابوك وامك ما لهم مصدقين، فخلص يا اخي انسى وخلينا نحكي بالمفيد. وبعدها ما عاد في حكي، انا مسحوب، لا تأمل مني اعمل اي شيء تاني. شو هالحكي؟ لا طبعا لسه فيك تعمل. انت كيف عم تحكي معي هيك؟ شو مفكرني تحت امرك انا؟ شو هالحكي نضال؟ لا لأني حاسك عم تعطيني أوامر. لا أبدا أنا ما عم بصدر أوامر حاشاك. على فكرة أنت لساتك ملخبط وأعصابك فلتاني، وأنا رح أعتبر أني أنا ما سمعتك. أنا كل اللي بدي فهمك يا كيف لازم تخليهم ما يشكوا فيك. إيه وكيف يعني؟ أنت حكيت كلمتين كتير مهمين. مو قلت لي بأنك قلت لأمك وأبوك أنه لازم يقنعوها تنزل الولد قبل ما يصير لها على شيء؟ خليك ماسك بهالكلمتين يا أخي، تمسك فيهم. لك يا حبيبي أنا ندمان على هدول الكلمتين بالذات لأنه فلتوا مني بدون ما أحس. بعدين إذا اتخذوا ضدي هدول الكلمتين بيكشفوني أنه أنا بدي نزل الجنين. بالعكس نضال، بالعكس تمام. أنت قلهم بإني أنا اللي حكيت لك واشتكيت لك من منى أنه اتهمتني أكثر من مرة أني عم حاول حط لها دواء بالعصير. حكي لهم كمان قصة العصاية اللي ما حدا بيصدقها، انه انا ماسك العصاية وعم بضربها على بطنها لحتى تنزل الولد. احكي لهم يا اخي، احكي لهم شو عم يصير فيني. شو عبادة نويت تثبت الجنان على منى؟ شو باينتك مستخف بعقلي كتير؟ انا ما عم بفهم نضال، انت ليش حولتني لخصم؟ يا اخي اسمعني، خذ اللي بدك اياه وفكر فيه وكب الباقي بالبحر. ليش محولني لغريم لك؟ تنسيان انه احنا اهل؟ نسيان؟
اوكي يا عبادة، بس ما عاد بدي احكي بهذا الموضوع لانه راسي رح ينفجر. معك حق نضال، وانا حاسس فيك، بس بكره لما تروق رح تعرف انه انا كان معي حق، ورح تعرف انا قديش بحبك وقديش خايف على عيلي وقديش بدي مصلحة اختك. بس نصيحة اخيرة نضال، لا تصالح على منى بسرعة. انا بعرف على منى كتير كتير منيح، اذا صالحتها بسرعة بيزيد شك فيك، والمفروض انه هي غلطت بحقك كتير. مزبوط. حاجة ترفعي لي ايدي، والله انهار صدري. يلا يلا خلصنا. هلا انتي ليش ما بدك تبعتي اخوك على الشغل؟ مو ما بدي ابعته، بس اتصل عمو رياض وقال لي انه منى جاي ومعها ضيفه بدها تشوفه لبدر، بس يروحوا ببعته. شو بدهم منه؟ ما بعرف، خليني اقوم ضبضب البيت شوي. تكون شي؟ هلا منى بتكون طلعت وعم تستناني. سلامة قلبك، يعطيك العافية. يلا ماما على اللواء. يلا ماما. حبيبي علاء، دير بالك على الماما ها؟ منى. يسلم لي أنا. يلا ماما، خاطركم. مع السلامة. يا ماما بلالك هالمشوار، يعني بتقعدي بالبيت ولما بتروحي على الهم والغم والشقة. لك يا أمي الواحد لما بيطلع بروح على مشوار يفرفحه ويبسطه وينشطه، مو هيك مشوار؟ لك بابا شو بدك منها؟ هي هيك مبسوطة. أنا ما دخلني، اعملوا لي اللي بدكم اياه، أنا بس كنت عم بعطي رأيي. بس معقول هذا الشبي اللي عم تحكوا عنه بيطلع بإيده يصلح ساعات؟ يا أمي فكرة فظيعة. افتح محل وشغله فيه واعمل دعايات وإعلانات بالتلفزيون بالراديو بالمجلات، بنمليون. صدقني يا بابا هذا أحلى مشروع، بس بتعرف شو؟ لازم يكون بمنطقة راقية، لأنه طبيعة هدول العالم بس يعرفوا إنه شب بهذا الوضع عم يشتغل بالمحل بصيروا كفة عينه قتل. نهلا ليش واقفة؟ ان شاء الله عم تستني نهايه المشروع. لسه المشروع مطول، بده ديكورات وبده دعايه واعلان ومنى واقفه تحت. روحي يلا معك. يلا ماما خاطركم. مع السلامه. بيت بابا. حبيبي انت. عندي خريزه. معلش بابا تحملي. ولا يهمك بابا، أنا بعرف كيف استوعبه. لوين بابا؟ بدي أروح على الجنينة اتشمس لي شوي، بس يخلص مشروعك وتحضيراته بسمع منك كل شيء. عم بمزح بابا، أو فيك تقول عم بحلم. أنا نفسي أعمل شي شغلة واحدة مهمة بحياتي، فعم بعملها حتى لو بالكذب. أنا رايحة لعند رحاب عبين ما تيجي جيداء من المدرسة. بابا حبيبتي، إذا حبيتي تقعدي عندها وتأخرتي شوي لا تاكليها، أنا بنزل لتحت وبستنى جيدة. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك. لا والله ماني ساكتة. كوثر هدي أعصابك الله يخليكي، نحن بدنا نحل مشكلة بنتنا ولا بدنا نكبرها؟ صباح الخير. تعا أمي تعا اسمع هالحكي اللي ما بينسمح حتى تعزل اختك وتسامحها. خير، انو حكي؟ قليل الضمير جوز اختك، تاريم حاربها لمنى وعامل فيها العمايل مشان الولد اللي ببطنه. والله ما عاد عرفان مين بدي صدق بيناتهم، كمان هو عم يشتكي منها، بس اللي متاكد منه انه عن جد منى نفسيتها تعبانه. بابا في شيء انت تعرفه نحن ما بنعرفه؟ لا بابا انا ما عاد دخلني بشيء، يكفيني اللي صار فيني، خاطركم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو، مرحبا أخي. أنا الحمد لله منيحة. فاضي كريم؟ بدي أخذ رأيك بموضوع. لا لا لا، جاي لعندك فورا.
بعدين روح على المكتب. باي. الحق معك اختي، عيب هالحكي. اسمعيني منيح كوثر، اذا مرقتوا هالقصة على خير لعبادة رح يتمادى بغيرها وغيراتها كمان. لا يا قلبي انت، لا تسمعي له، لا دافع عن بنتك ولا تسمعي حكي رياض. لك روحي لعند امه واجيها كمان. انا قلت الوجدان ما بحبها بنوب. اليوم المساء بيجي وبنحكي. ايه اختي، بس قولي لك كم قص كبي كمان. ايه فاضي لبطني كل شيء لحاله، بس مثل ما قلت لك هلا تسكتي له. يلا الله معك، مع السلامه. مرحبا بدر. وعليكم ورحمه السلام وبركاته. بدريه هون؟ بدريه. اهلا وسهلا. اهلين، كيفك يا بنتي؟ الحمد لله منيحه. خالي نهلا ام العلاء حبت تجي تتعرف عليكم. يا ميت اهلين وسهلين. ماما علاء سلم على بدر. عيب ماما، سلم عليه. مامدي. وعليكم السلام وبركاته. تفضلوا تفضلوا. تفضلي خالي. تفضل علاء. عم بقول لك انه بابا وماما متضايقين منك، والقصة عندهم صارت كبيرة كتير. لك يا اخي، لانه اختك بتكون بلغت بحجم الشيء اللي صار، ليش انا شو عملت؟ انا كل اللي طلبته منها انه تنزل الولد برضاها، وراحت معي على الدكتور كمان برضاها. ايه وقصة الدواء؟ انا ما طلبت منك انك تحكي لهم؟ ليش ما حكيت لهم؟ ما بدي اعرف بشو عم تفكر انت؟ بشو بدي يكون عم فكر نضال؟ غير بمصلحتي انا ومرتي، برجع بذكرك انه منها مرتي وانا مستحيل اذيها. بس انت شو صار لك؟ نحن ما اتفقنا انك تحكي لهم، ليش ما حكيت لهم؟ لا ابدا ما صار لي شيء. بس امك اجت لعنا، قلت لحالي بتكون حكيت لها كلمه هيك ولا هيك، ليش لا احكي انا؟ امي ما بتحكي. ليش امك ما بتعرف بالقصه كلها؟ امي ما عندها شيء تحكي نضال. كمان هي شكت فيني مثل منى. تصور بابا عم يهديني حتى ما يصير بيناتنا مواجهه. هو متخيل انه راح اخذ موقف ضدك، لانه هو بيعرف انه انا ما بيتاكل لحمي، ما بخلي حدا يدس لي على طرف. ايه معه حق ابوك، لانه ما بيعرف وشي التاني. عبادة لا تغلط. ماشي حقك علي، هذا الحديث ما بتعرف وين بيودينا. المهم نحن شو بدنا بهذا الحكي؟ نحن في بيناتنا اتفاق ولازم نفكر كيف بدنا ننفذه، ما هيك؟ هاد ما اسمه اتفاق عبادة، هي اسمها مصلحة للعيلة كلها واولنا منى. بس انت ما طلع بايدك، فشلت. ايه والمعنى عبادة؟ ما عندي جواب، عن جد ما عندي جواب. بس المفروض نحن اثنين نفكر، واللي بيلاقي الجواب يتصل بالتاني. خاطرك. والله يا ستنا هلا، اتمنيت يكون حكي المرحوم صحيح. ست ام بدر، إذا ما عندك مانع أنا حابة أخذ بدر لعندي على البيت، بركي بيقدر يصلح الساعة. والله بخاف يزعلك ياها. ما هي منزوعة ومنزوعة. إيه خالة ما أنا خسرانين شي، خلينا نجرب. بتذكر لما كان أبي يجيب شي ساعة يصلحها هون بالبيت، كان يبقى بدر واقف فوق راسه وعم يتفرج عليه. لكن خلينا نشوف شو بيلزموا عدة لحتى يصلح هيك ساعة. عدت أبوكي بالخزانة على حطة إيده. عظيم، لكن بلا ما نضيع وقت خلينا نروح. بدر، أنا حبيتك مثل علاء، بس إذا عرفت تصلح الساعة راح تفرحني فرحة كتير كبيرة. صلي. أمي، أمي روحي معه. أمي ما فيني أتركك لحالك. لا تاكلي أمي، بدبر حالي. يلا. طيب يلا. انت شو عم تحكي اختي؟ صفاء لساتها صغيرة على الجواز، ما بدي يطلع حظها مثل حظي، بدي اياها تكمل دراستها. الواه الواه، واذا حرزان يعني ليش شو بيشتغل؟ ما شاء الله الدرسان. ليش قديش عمره؟ مو كبير والله،
مع اني بدي اياها تكمل تعليمها. على كل حال بقول له لابو راتب. طيب الله معك. اهلين اختي، مع السلامه. وصلت مشوار، هلا بنطلع لفوق على البيت، بتشطحي صدريتك وبتحطي شنطتك وبننزل بنروح على المطعم نتغدى انا وانتي. بس بدي بيتزا. ها لك تكرم عيونك. يلا جده يلا. عن جد انت زعلانه مني؟ اسمعني ضال، نحن اتفقنا نكون رفقات وشركاء وبس. والشريك والرفيق ما بيحسن الا لرفيقته ولشريكته، إن حلوه بتجنن. بس مو بنفس الطريقة اللي حكيتني فيها هذيك المرة. لا تكوني مفكرتيني ملعة وعم ضحك عليك. لا لا ابدا ما فكرت بهاي الطريقة، بس انا بدي نكون رفقات وبس، والا بخاطرك. هاي اول مرة بسمعك عم تحكي بهي اللهجة، العادة انت فرحة ونغشة ومرحة. مشان ضل مرحة، خلينا نتفق انك ما عاد تحاكيني بهاي الطريقة. طب ليه؟ رح احاكيك بصراحة، يمكن كل البنات بينبسطوا لما بيسمعوا كلام حلو، بس كلامك هديك المرة ضايقني ما فرحني. مع انه الحكي اللي حكيت لك اياه ووصفتك فيه من قلبي طالع من جوا. بجوز تقول عني مغرورة، بس انا بشوف فيني كل اللي حكيتهن واكثر كمان. كلامك هديك المرة خوفني كثير، يمكن لاني بحب اسلوبك وهاي هي نقطة ضعفي. نضال انا خايف احبك واتعلق فيك واخر شيء تتركني وترميني. صدقني أنا ماني لقياني صدمة تانية بحياتي، فخلينا نكون أصدقاء وشركاء وبس، وإلا بخاطرك. وإذا قلت لك بحبك؟ كذاب، ما حلك. وبعشقك. نضال رح نخسر بعض. ودي شوفك كل يوم. رح أقوم أمشي وما عاد تشوفني بحياتك. رح أجيبك لو رحتي على المريخ. نضال أنت كذاب، بس أنا بحاجة هاي الكذبة. مشان الله ارحمني. يعني مصر نخسر بعض؟ رح يجي يوم تصدقيني. أنا قايمة نضال وما عاد بدي أشوفك. بكره بشوفك هون بنفس الوقت. مستحيل. أكيد. ليش قلت لي رجعي؟ من شو خايف نضال؟ خايف اني اتعلق فيك. خلص نضال. خلص 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 خلص، مثل ما بدك. خلص ما عاد فتحت مني ولا حرف. إذا بدك ما عاد أحكي كلام حلو أبدا أبدا. بس أنا ما بدي أخسرك لا كصديقة ولا كشريكة. يعني خلص ما عاد في كلام حلو. بدك تعدميني إذا بفتح تمي بحرف واحد. بعيد الشر عن قلبك. هذه الدنيا من حولك.
حولي صاخبات، ما أجمل الأرواح طواقة تلمع، درب أسير على أطرافه ألما، تنسل روحي من أصابعي تدمع.